هذا يقول هل صحيح حديث لعن الله ناكح يده؟ لا، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وإن كان ذكره الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، ولكنه لم يثبت. ونكاح اليد اللي هو العادة السرية هذا محرم بغير هذا الحديث، محرم بالقرآن بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يستعمل العادة السرية هذا ابتغى غير ما أباحه الله، لأن الله لم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو بملك اليمين، وما عدا الزوجة وملك اليمين فإنه يكون عدوانا ويدخل في هذا العبث باليد.